ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. غريب غريب يا مظلوم كربلاء، يمحي الزوار يا ابو علي، اناعي قتل الطف، أنا يا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية. أعد ذكرهم أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، وأعضاء مجد ما توزعت الضبا، بتوزيعها إلا النداء والمعاليا إن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحاشر إلا المخازي. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الواحي عند طليقها وويلا، وقوف بنات الواحي آيحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاد. أويلي أويلي بمجلس يزيد مخدرة حدر الكرار، من غير والي تصفج اليمن بليسة، سجادهم واقف ودمع فوق الخدود، مريض جسمه من تحل من ثكل القيود، زينب تنادي لي الدهري بالوليع وتعود دالتنا ونرجع ذيك لوطا. أويلي أويلي أنا الذي ما سمعت الأجناب ليصو، من حال خدر رجال ما ترهب من الموت، وبيت النبوة ما جرى مثلي بالبيوت، عندي إخوان تهزم العسكر الجرة. آخ 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 والأرض تزور المصطفى وياي حدر، والله 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 الأرض ترد تزور المصطفى وياي حدر حدر، كل أخوتي عندي وحال سيوف تشهر بهالحال، من بيتي إلى مسجد المختار، صاحب الغيرة يخمد أنوار القناة. أويلي أويلي
زينب أني زينب وام الزكية أني زينب وام الزكية وابويا علي وجد النبي خير البرية واخويا الحسن وحسين الشوفية وتالي يسمون الأعاد الخار الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صرح أراد الله سبحانه وتعالى له البقاء وله العلو والشموخ كما يقول السيد دستغيب تعامل الحسين مع الباري عز وجل أنه أعطى الله كل ما يملك إلى آخر أنفاسه الحسين سلام الله عليه خاطب الباري عز وجل يا رب يا رب إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى هذا الصرح هذه المآتم هذه المجالس التي تعقد على الحسين سلام الله عليه أسسها برضا الباري عز وجل وكل شيء يقدمه الإنسان لإرضاء الباري عز وجل فإن هذا الشيء يبقى ويكون شامخ ولا تهزه الرياح ولا يتغير ولا يتبدل أكبر صرح على وجه الأرض بعد بيت الله سبحانه وتعالى هو صرح الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي به بقى الدين به بقى النبي به بقى علي بن أبي طالب به بقت الأمة بأكملها بصرح الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وكفى كما قال السيد كل ما عندنا فهو من الحسين سلام الله عليه نحن إذا أردنا عزا وإذا أردنا كرامة وإذا أردنا رفعة وعلو فعلينا أن نلتصق بمن؟ بالحسين سلام الله عليه هذا الصرح اجتهد الأجداد والآباء رحمهم الله وجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا وأعطوا فإنهم يعيشون في بركات الحسين وهم في قبورهم لأنهم أسسوا ما أراده الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كذب الموت فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد آباؤنا ورثوا هذا الصرح وورثوه لنا ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا وأن يبلغنا الثبات على هذا الصرح وهذا المبدأ الذي سار ونهج الحسين من أجله ونهض من أجله وأن نقدمه أيضا لأولادنا وأولادنا أيضا يقدمونه إلى أولادهم ويبقى الحسين عال شامخ ببقاء هذا الصرح
قدم الحسين سلام الله عليه كل ما يملك كما قال دستغي، كل ما يملك. الإنسان بعض الأحيان بعض البشر عنده المال عزيز على نفسه، الحسين سلام الله عليه قدمه من أجل الله. الإنسان يكون عرضه غال، غالي عرضه، ولذلك تأتي الأخبار عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ما لحملك هؤلاء النسوة والأطفال؟ يسأل الحسين من هذا وهذا، ماذا قال الحسين سلام الله عليه؟ قال شاء الله. يريد يبين لنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن أحد قواعد هذا الصرح هم هؤلاء النسوة الذين حملهم الحسين سلام الله عليه معهم، وكل لها دورها. زينب وما أدراك ما زينب، لها دورها وقدمت ذلك الدور على أكمل وجه. ولذلك يقولون كانت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام عدل الحسين في إيصال نهضة الحسين وفكر الحسين وبناء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الحسين وصل إلى كربلاء وكان الواجب عليه أن يضحي بدمه وبما يملك فضحى. من الذي واصل رسالة الحسين؟ واصلتها زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، لعبت دورها كما لعب الحسين دوره، وكما لعب زين العابدين الدور، وكما لعبه أصحاب الحسين سلام الله عليه في الجهد والاجتهاد من أجل إيصال الهدف الإلهي من أجل البناء. أيضا كل من خرج مع الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء كان له دور. صاحبة هذه الليلة رقية بنت الحسين عليها أفضل الصلاة والسلام كان لها دور، ودورها عظيم. في أرض كربلاء تجلى هذا الدور على قدرها، طفلة صغيرة على قدرها كان لها دور مهم، تحمل مصلى الحسين سلام الله عليه، ومن تسمع المؤذن نادى الله أكبر جاءت إلى الحسين بماذا؟ بالمصلى. دورها دورها ودور يعني عظيم، تريد تبين للأجيال على أن الحسين سلام الله عليه خرج من أجل بقاء الصلاة، خرج الحسين من أجل أن يقول للناس ارتبطوا بالصلاة فإنها عمود الدين. دورها دورها لعبت دورها، أيضا دورها تحريك المشاعر. لما أن كان مساء ليلة 11 من المحرم كان دورها أن تأتي إلى عمتها زينب سلام الله عليها، نادي عمه، قالت نعم بنية، قالت أذن المؤذن، أذن المؤذن، إيه نعم، فرشت المصلات، إيه نعم بنية، قالت لكن مو معتادة يعني، مو معتادة، على شنو بنية؟ قالت مو معتادة أفرش المصلى وأبي الحسين يتأخر، مو من عادته، من عادته من أسمع المؤذن يأذن أني ما أجي إلا أبي الحسين موجود أفرش المصلات له. دورها دورها حركت المشاعر عند النساء والأطفال، ولعل القوم لعلهم كذا، لعل واحد يتأثر كذا من، لكن نعم. قالت لها عم زينب تأخر أبي لم يأتي،
قالت لها: بني إن أباك في سفر. طفلة صغيرة، طفلة صغيرة. يقول سيد محسن الأمين يذكرها ويقول على أنها في سنة 57 هجرية ولدت، يعني عمرها 4 سنوات 5 سنوات يوم طف كربلاء. كثير من الرواة يذكرونها، يذكرها الطريحي، يذكرها شيخ عباس القمي باسمها، يذكرونها باسمها، يذكرها الطريحي مازندراني، يذكرونها في كتبهم ويبينون لنا. ملا حسين الكاشي أيضا يذكرها، يذكر بالاسم، يقول: كان للحسين أولاد استشهدوا جميعهم يوم كربلاء ولم يبقى إلا 4. من هم؟ قال: زين العابدين وفاطمة الكبرى وسكينة، وكانت له طفلة تسمى رقية، وبعضهم يقول اسمها أم كلثوم. سميت رقية برقية لأنها من الرقي في اللغة، من الرقي والشموخ والعلو، راقية راقية. صغرت إلى رقية للتودد والتحبب، وكان الحسين سلام الله عليه يعشق هذه الطفلة لما كانت تمتاز به من العلاقة مع أبيها الحسين سلام الله عليه. كانت كظل الحسين على صغر سنها، كانت كظل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. دائما كان يسأل عنها في يوم كربلاء، في ليلة العاشر، صباح يوم العاشر، دائما يسأل. ولذلك تقول الروايات لما أراد أن يودع، لما أراد أن يودع الحسين سلام الله على أحبته، أخذ ينادي بأسماء بعض الأولاد ومنهم رقية. قال: علي بابنتي رقية. نعم، هذه رقية كما قلنا على أنها قامت بدور عظيم. لما أن خرجوا في ذلك السبي المرير المؤلم الذي ما ذكره إنسان إلا وتألم، زينب ابنة رسول الله، ابنة أمير المؤمنين، ابنة فاطمة، الصياط تتلوى على متونها. يقول زين العابدين سلام الله عليه، يقول: مات بعض الأطفال ونحن في دخولنا إلى الشام. ليش يا ابن رسول الله؟ قال: لأن أول الحبل مربوط في رقبتي وآخره عمتي زينب سلام الله. وهالأطفال هذين يقول: إذا ضربوني خلوني أتحرك، الأطفال اللي في الوسط يقول تعصرهم الحبل أو يعصرهم الحبل، يضربون زين العابدين وزينب من خلف والأطفال في وسطهم، فمات بعض الأطفال شنقا. هذه قساوة بني أمية التي فعلوها بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. دخلوا إلى الشام، الشام وما أدراك ما الشام. أول ما دخلوا أوقفوهم 3 ساعات، 3 ساعات. ليش؟ حتى يتشمت بهم الأعداء، وأشاعوا على أن هؤلاء خوارج. خرجوا على عبيد الله بن زياد فقتلهم وجاء برؤوسهم. نعم، أدخلوهم بعد ذلك على يزيد بن معاوية، ادخلوا على يزيد بن معاوية، وكان لزين العابدين دور، وكان لزينب سلام الله عليها في ذلك المجلس دور، وأيضا لهذه الطفلة في خربة الشام دور لعبته. هذه الطفلة بعد التعب، بعد
السياط التي تتلوى كانت تتلوى على جسدها وهي طفلة صغيرة، ولم يشعروا بطعم الراحة بعد كربلاء، بعد الخروج من كربلاء ما شعروا. وهذه الطفلة صغيرة، الطفل الصغير يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الهدوء، لكنها لم تشعر بعد كربلاء، ما شعرت بالهدوء ولا الراحة بعد أن استشفى يزيد من النظر إلى رأس الحسين سلام الله عليه، ولعب في ذلك الرأس الشريف. وبعد أن أخذ يتهكم على زين العابدين وعلى زينب وعلى النساء والأطفال، وتكلم زين العابدين بعد أن تكلمت عمته زينب سلام الله عليها، وأحرجوا يزيد في ذلك المجلس العام الذي فيه ما فيه من الرجال، إلى أن انكشفت الأحوال، انكشفت الأحوال، استحى فقال قطعوا الحبل، قطعوا الحبل. فلما أن قطعت الحبل قال خذوهم إلى الخربة، فجاءوا بهم إلى تلك الخربة التي تقول الرواية لا تأويهم من برد ولا حر. لما أن استقروا في تلك الخربة وإذا بزينب سلام الله عليه، شوف أقول لك الحسين أسس صرح، وهذا الصرح يبقى مهما كان، يبقى صرح الحسين بأهداف الحسين بمن كان مع الحسين سلام الله عليه. لما أن وصلوا إلى تلك الخريبة نسوان تعابة، وإذا بزينب سلام الله عليها التفتت إلى النسوة، يا نسوة من أرادت أن تبكي على قتيلها فلتقم وتنح، خلها تنوح. أفي هذا المكان يا زينب؟ قالت نعم. نريد نبين للعالم على أن الحسين دم الحسين باق، وأن الحسين باق، نريد ننشئ تعزية على الحسين في بيت يزيد بن أول مجلس عقد على الحسين في بيت يزيد، في مجلس يزيد. وقاموا كل واحدة تنوح على عزيزها اللي فقدت، تقوم الرباب وتبكي، تقوم ليلى وتبكي، تقوم رملة وتبكي. وإذا زينب سلام الله عليها أيضا لها أن تبكي، لها الحق أن تبكي عليهم بأجمعهم، كلهم تبكيهم زينب. أويلي يا ويلي زينب، زينب تحن والدمع نثار، مجلس الظالم الغدار، تبكي حسين اللي بقى من فوق لوعه، والله لوعه يا يار، ولعبت علي خلع وجيه، يا والله ولعبت عليه خلايا، يا 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 عوجيه. هذه طفلة مثل الأطفال يسمعون، كل حين تسمع واحدة تبكي وتنوح، كل ما سمعت واحدة تبكي بكت، زاد بكاؤها لما أن سمعت زينب تبكي الحسين وتنوح على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. غفت عيناها مو حبا في النوم ولا شوقا في النوم، ولكن نامت من التعب، نامت من الآلام، غفت عيناها قليلا
وإذا بها ترى في عالم الرؤيا كأن أباها الحسين قد جاء إليها وقد ضمها إلى صدره وقال لها بني إلي إلي فإنا مشتاقون إليك. أنا مشتاق إليك بني رقية. يقولون أفاقت رقية من تلك الغفوة، لكن ماذا فعلت يا موالي يا محب؟ أخذت تدور في وسط الخربة وهي تنادي أبا حسين أبا حسين أبا حسين. من اللي التفت لها؟ التفتت لها زينة بنية رقية. ما الذي جرى؟ ضمتها إلى صدرها. بني ما الذي جرى؟ قالت عم زينب الساعة كان أبي عندي وقد أجلسني في حجره وأخذ يمسح على رأسي. ضمتها إلى صدرها، أخذت تأخذ بخاطره. بني رقية لقد أفجعتيني بهذا الخبر، بني رقية إن أباك تركناه بأرض كربلاء جسدا. بلا رأس، وإذا بالطفلة أخذت تجلس وتقوم وهي تلطم على رأسها وعلى صدرها منادية وأبتاه وأبتاه وأبتاه. والنسوان سمعوا ضجة هذه الطفلة، ضجوا. هذا دورها، دورها، هذا الدور عظيم. لما أن سمعت النسوة من غير بني هاشم المارين على تلك الخربة وقفوا، ما الأمر ما الخبر؟ قالوا هذه طفلة للحسين تبكي على أبيها الحسين الذي قتل في أرض كربلاء وفرق بين رأسه وجسده. وإذا حتى النساء من غير بني هاشم أخذوا يبكون على الحسين، وهذه رسالة وهذا دور لعبته هذه الطفلة سلام الله عليك يا رقية. يقولون ارتفعت الضجة مو فقط كما قلت، لا فقط من بني هاشم من النساء، وإنما من المار، فأخذ كل من مر على تلك الخربة يقيم، وكلما سمع باسم الحسين ضج المار حسين. وصل الخبر إلى يزيد، قال ما الأمر ما الأمر؟ قال له أحد الجنود يا يزيد إن هناك طفلة صغيرة للحسين قد رأت أباها في المنام وهي الآن تريد النظر إلى أبيها الحسين. ما هو جوابه؟ وإذا بذلك الرجل قال خذوا لها يا رأس أبيها الحسين. جاءوا بذلك الرأس في ذلك الطشت من الذهب مغطى بمنديل من الحرير. أجى ذلك الجندي، أين الطفلة التي تريد النظر إلى أبيها الحسين؟ استانست، قالت بيأخذوني إلى أبويا الحسين. قامت وقفت أني وإذا بذلك الملعون وضع ذلك الطشت بين يدي الطفلة. رجعت إلى عمتها زينب، عم زينب قولي لهم أني لا أريد طعاما، ما أريد أكل، ما أريد أشرب، أريد النظر إلى والدي الحسين.
وإذا بذلك الملعون نادى: يا طفلة الحسين انظري إلي. نظرت إليه، أخذت تسترق البصر إليه، وإذا بذلك الملعون رفع المنذيل عن رأس المولى الحسين. أنت تصور يا محب، تصور، أنا أتحدث وأنت تصور، عرج بخيالك إلى ذلك المكان مع تلك الطفلة. ولما أن نظرت إلى نور الحسين سلام الله عليه على صغر سنها، جاءت مسرعة تتخطى إلى أن وقعت على رأس أبيها الحسين. جلست على الأرض، النسوان وقفوا وأخذوا يطالعون ماذا تفعل هذه الطفلة. أخذت تعالج ذلك الرأس، ترفع شيئا فشيئا، إلى أن استطاعت على حمل الرأس وضعته في حجرها. أخذت تتمعن في نور أبيها وفي ذلك الجمال الذي لم تؤثر فيه ضرب السيوف والرماح، لكن أخذت تمسح الدم عن جبهة الحسين، أخذت تمسح الدم عن عيني الحسين، أخذت تمسح الدم عن شفتي الحسين، أخذت تخاطب الحسين: أبا حسين، من الذي فعل بك هذا؟ أبا حسين، من الذي قطع رأسك؟ أبا حسين، من الذي يتمني؟ أبا حسين، من للنساء الضائعات؟ من للنساء المسبيات؟ والنسوان واقفين يطالعون وينظرون إلى هاي الطفلة ماذا تفعل. وزينب سلام الله على التفتت إلى النسوان، قالت: اهدأوا اهدأوا حتى تهدأ بالتخوي، خايفة عليها طفلة وصغيرة شايفة رأس أبوها. اهدأوا يا نسوة اهدأوا. وإذا برقية وضعت فمها على شفتي أبيها الحسين وأخذت تلثم تلك الشفتين. رحم الله أبو يوسف. صور لنا هذا الموقف الجميل، اللي عنده حاجة يلا، ترى هذه باب الحوائج. رقية جربها المراجع والعلماء فوجدوها على أنها تقضي الحوائج، فأخذوا يسيرون إليها مشيا على الأقدام ويأتون عندها ويطلبون الحوائج عند رقية. وما أدراك ما رقية؟ طفلة المظلوم خرت فوق راسة قبله، صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل، قرى حجفاني أبويا لو بحشاي اليتيم، جيت بحماكم عزيزة ولا شف الذل وهضوم، واصبحت بعدك ذليلة فوق ناقة مهزلة، لو جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي، روع ولا شوف لي ولي ينشف دمعتي، لا بقى العباس ليه ولا شباب من أخوة، روسهم فوق الأسنة والأجساد بكربة، وانحنت فوق الشمة ودمع حب خدها ذروف، عن جبين مسح الدم وشهقت وغابت.
الروح ماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت بنوح وكعبة الأحزان قامت والمدامع ساي وويلو مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين عن حجرها راس أخو راس أبوها شالت بلوعة وحني دار النسوة عليها وجدته موت حسين وهو تسكين على جنازة أختها معول صيح موتك نحل عظامي فتت للخدود مددة والناس تتفرج علينا من الدروب لشك جيب عليك لكن آخ لشك جيب عليك لكن ما بقت لنا جيوب والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نهمل صاحت ونادت يا عمي بالعجل ودوا خبر كربلاء حتى يجينا بالفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلى يجيب كافور والسدور والولد الأكبر يشيل اخته ونعشها يحمل